ويانا سارة من بغداد. يا أهلا وسهلا سارة، شلونك؟ هاي سعيدة ومساء الخير. يا رب تكونين بخير وصحة وسلامة. لا أبد أبد مو زينة من ورا الكبريت، حتى صوتي تسمعي. أي فعلا، يعني أكو هواية يعني إشاعات موضوع الكبريت، طلع صحيح الموضوع مو إشاعات؟ لا صح، مو إشاعات صح. أنا تعرضت لها، حتى شوف التغيير بالصوت وهاي، يعني حيل حيل متأذية أني ماما وبابا، يعني حتى اليوم ما رحت للنزاغ ولا داومت، حيل تأذية. ما هو بعد التلوث، التلوث البيئي اساسا هو موجود او بقت على الكبريت، يعني يعني احنا ما شاء الله قمنا نستنشق كل شيء. طيب نعم تفضلي، اريد رايك. طيب اريد رايك اليوم ايضا بموضوع الحلقه بخصوص الاعداد الكبيره للنازحين وقدومهم للعراق، النقاط الايجابيه والسلبيه بهذا الموضوع. حلو، بالبدايه راح انطي اكسكلوسيف نيوز فور بتفلوت قناتكم. طبعا عملية وزير النفط مدحت تعرفين سواها بأمريكا بيو اس اي سواها، كلفت نصف مليون دولار. اي ميزانية مفتوحة، تعرفين وزير النفط هذا من جدة حيان عبد الغني، انا اسميه حيتان. هاي وحدة. اثنين، احنا للاسف للاسف بالعراق احنا اصلا بلد النازحين والمهجرين والمفقودين، وبلد يعني انترس. شفتي هسه ام وسام؟ طبعا انا بكيت عليها واتمنى ادعمها واساعدها، بس بالمعقول للاسف لان الحكومه نسيت غابت عن وعودها عن المساجين او السجناء. طبعا الاحرار اللي ما عندهم اي تلطخ بالدماء واللي ما عندهم اي شيء، كله ظلم على المخبر السري تعرفين، او تواقع من دون فعلا فعلا ابرياء كثير كثير موجودين بالسجون فعلا. نحن هذا القضيه ما ننساها، دائما نتناولها كثير من الحلقات. وثاني موضوع مال النازحين، ولا موضوع سياسي بحت، تعرفين انت الانتخابات جايه على ابواب، بس انا اشك ما اعرف بعد عراقيين يطلعون ينتخبون، يا ترى ما ينتخبون، العلم عند الله. ثالث شيء ساره، الشيء اللي يصير انت هسه ازمه اقتصاديه، الدولار مرتفع، ما حد ما يحكي ما اعرف على الدولار نسوي ما اعرف شنو القصص، وبالاضافه ما في عمل، تعرفين الشباب عزوفوا عن العمل لان ماكو مصدر رزق او شغل ثابت، وبالاضافه لهاي تعرفين الدول الوافده خلينا نسميهم الوافدين. نعم. مثل ما اطلقت الحكومه تسمية عليهم، ما يخلون يعني من العراق تعب يعني طبعا عمره كله حروب. والله سارة نعم، يعني ولو تتحدثين انه الموضوع هو العراقي ومعاناة العراقي كبيرة جدا ومستمرة دائما، سواء كان نازح او غير نازح. اساسا حتى اليوم التداعيات من الخوف من تداعيات النزوح هو موضوع التوظيف. اليوم قلق الكثير من المواطنين عن موضوع انه هل هذه الاعداد الكبيرة حتاخذ مكان المواطن العراقي بموضوع التوظيف؟ هل فعلا اكو يعني اساسا نتحدث اليوم عن المؤسسات الاهلية، يعني هو العراقي مدى يلقى الشغل بالقوة، وهذه الأعداد الكبيرة الموجودة يعني أكيد إحنا نقف بجانبهم، لكن هل هناك حلول من الجهات الحكومية للمواطن العراقي؟